أحييكم. ومن هنا انطلقت أول دعوة للتوحيد على يد الملك إخناتون، وعلى أرضها استقرت السيدة العذراء، ومنها أيضا انتشر الإسلام. واليوم ينطلق احتفال جديد يتوج المدينة الجميلة المنيا مراكب الشمس في عامه الثالث، بعد أن قرر الفنان التشكيلي والمخرج والمصور التلفزيوني إسماعيل أبو بكر صاحب فكرة معارض مراكب الشمس أن تكون عروس الصعيد بلده ملتقى فنانين العالم، وإيمانا منه بدور الفن التشكيلي في تشكيل وجدان الشعوب، نفتتح اليوم الملتقى الثالث لمعرض مراكب الشمس. ودعونا نبدأ بالفنون الشعبية ومجموعة من الرقصات الخاصة الفرعونية بمحافظة المنيا. أفكار جديدة بعيدة عن الأعراض، بعيدة عن الأماكن المغلقة. فبدأنا نقول إزاي إن الفن ممكن يطلق دور في تنمية السياحة في مصر، خصوصا إن إحنا عندنا نهر النيل، ونهر النيل واحد في العالم. عندنا آثار على ضفاف نهر النيل تستحق من كلنا كمصريين وأجانب إن إحنا نستمتع بالرحلة في النيل فوق. فكانت الفكرة ان احنا نعمل كونتاكت مع فنانين كتير من برا مصر بيحبوا مصر وعايزين يزوروا مصر. فكانت الفكرة ان احنا نعمل المعارض داخل الكرون. فبدأنا في ديسمبر الماضي 2021 بتاعت النيل في القوات المسلحة الدقي، وكان في دور جميل جدا للقوات المسلحة طبعا من مكاني. تحية كبيرة للقوات المسلحة المصرية. بتشجيع معالي السيد رئيس الجمهورية للفنون والفن التشكيلي كان في أفكار كتير مع الأستاذ مدحت يحيى رئيس القناة السبعة. أحييه. نحن عندنا برنامج للفنون التشكيلية. البرنامج برضه بيستضيف فنانين من كل أنحاء العالم، عندنا حوالي 300 فنان من الهند والمكسيك كانوا ضيوف البرنامج. أنا بحيي كل الحضور وأتمنى إن الفكرة تعجبكم، وإن شاء الله نبقى في مزيد من الأفكار اللي هي تعمل تنمية سياحية وتعرف الفنانين المصريين على الفنون من بره مصر.
فإن كان محمد خادم الأنبياء فأنا
40 من 100 على مستوى العالم كل الدول كل الطوائف والمناسب من تجربه في الحريات العمل مع عنصر التشكيل كطريق او جسر او معبر الى التجنيد ان شاء الله الى القصر من الاقصر لاخر الايام ان شاء الله والف شكرا حسن السماع وكل الرعايه وصفاتها المختلفة جدا، ولكن تنتهي في النهاية انها
على حسب ما هو يحاول يعمل عمل انساني لكن هو كل التنفيذ هو يضع انفعاله الشخص المتجرد بصوره الوان المحضر الكرات الانسانيه وحط الانسان في اعضاء في الجزء التحت هذا الجزء الارض اللي يعيش فيه الانسان ده الجزء النفسي اللي هو بيقوم حوالي جميلة قسم الرحب شعبك الكاف إنها استخدمت زوج شديد قصتها بشكل متزن استخدمت شفافيات وشفافيات معينة وعملت امتزاج العنصر عشان يبقى في تصميم ببساطة يعتبر أول عمل فيه معرض نحت الرقم بشكل عام هو معمول من خلال برامج الكافة سنة لكن سعيد أقول إن ربط الموضوع ببساطة من خلال موضوع معمول أتون وربطه بالمنيا مباشرة على أساس إن الموضوع اللي نحن نقول إن إحنا الجماعة كلنا هو مصدر إن إحنا السياحة ومصدر إن إحنا بتكون المعالم السياحيه بتاعتنا فالعمل انا ما حلونتش حاجه بس زي ما هو لكن على اساس ان انا عايز اقول ان المنطقه المتاحه من النحت الرقمي ليها اضافات كبيره جدا واتمنى ان المنتجين حاليا يقوموا بتجربه ولكن شكرا جزيلا والقوالب وعملت جزيره للكامل
الايمن والاخرى تمام في شكل سريان، وانا مستعمله كل الالوان بتاعت الوان طبيعيه هاديه كده، وعملت تكرارات كده لراس الملك سيدور، وعملت ازاله للجزء الوجهي كده وقدمت تحت انا اقول لك الطرق عندنا في المدن أطراف المدن. طبعاً مصر لا تغيب على الشمس، فده أنا بأكد عليه دائماً بشوف، بس مش عايز أقول طبعاً هي بتعبر عن نفسها.